في المشهدية. في المشهد الساخن، العنف المسلح يودي بالعشرات يومياً في الولايات المتحدة، لماذا يتصاعد؟ في المشهد السياسي، عمران خان خلف القضبان والسلطة في إسلام أباد تتحضر للانتخابات، هل ينجح تحييده؟ في المشهد الاجتماعي، مساواة أم سيطرة لأحد الزوجين؟ أيهما أفضل لأسرة سعيدة؟ في المشهد أونلاين، الهاكر الأخلاقي في العالم الافتراضي، ما وظيفته؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس الشريف.